جميعنا يعرف أن الروبوتات من صناعة الإنسان. الإنسان هو المتحكم بها من خلال تحديد الأوامر والمهام لها. فهل ينقلب السحر على الساحر يوما؟ ما مصيرنا نحن البشر إذا تسلمت الروبوتات زمام الأمور في أغلب مفاصل حياتنا؟ هل من الممكن أن تصبح البشرية سجينة قرارات هذه الآلات المبرمجة؟ أم أن كل ما يحدث مجرد تهويل فقط؟ تعال معنا لتكون أكثر إلماً. جئناكم اليوم لنحدثكم عن روبوتات ربما تحكم العالم في المستقبل القريب. لوهلة أولى ظهرت كلمة روبوت لأول مرة عام 1920 في مسرحية للكاتب التشيكي كارل تشابيك التي حملت عنوان رجال رسوم الآلية العالمية. ولكن استخدام الكلمة الفعلي كان في عهد قدماء المصريين، أي حوالي عام 1500 قبل الميلاد، حيث صنع تمثال لأحد الملوك المصريين كان يصدر أصواتا موسيقية جميلة كل صباح. أما اليوم فإن الروبوتات لها حصة كبيرة من الحياة اليومية، حيث تشارك بصناعة السيارات في أحد مصانع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كوريا الجنوبية. من المرجح أن تقوم بمساعدة الجراحين في إجراء العمليات الجراحية بنسبة خطأ 0%. إنه التطور السريع يا سيدة. تقوم بعض الدول اليوم بتطوير خاصية تكاثر للروبوت، وهذا يعني نهاية الحكم البشري في المستقبل، حيث يرى خبراء الأحياء أن الروبوتات في طريقها لتصبح جنسا منفصلا عن باقي الأصناف الحية الأخرى، وذلك مع حلول عام 2040. في واشنطن قام بعض العلماء بتطوير ما يمكن اعتباره أول روبوت قادر على التكاثر ذاتيا. هذا الروبوت يحمل اسم زينوبوكس ويبلغ عرضه أقل من مليمتر، حيث قام الباحثون بكشط الخلايا الجذعية الحية، وهي خلايا غير متخصصة ولديها القدرة على التطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا من أطراف الضفادع من دون أي تلاعب في الجينات. وقال أستاذ علوم الحاسوب والروبوتات جوش بونغارد: يعتقد معظم الناس أن الروبوتات مصنوعة من معادن وسيراميك، لكن الأمر لا يتعلق بما تصنع منه بقدر ما يتعلق بما تفعله، وهي تعمل من تلقاء نفسها نيابة عن الإنسان. تخيلوا لو تم بناء جيوش من الروبوتات مدججة بالسلاح، ولو تم بناء أطباء ومهندسين وحرفيين، فهل هذا كله سينقذ العالم؟ أم سيجعله في طريقه إلى الهاوية بفعل فاعل؟ لتكون أكثر نهدي لكم جهودنا، فاستضيفونا بفنجان من اللايك والسبسكرايب، ستصلكم هديانا المتواضعة تباعاً.